Assalamu alaikum. Today we will talk about introduction to pharmacy ethics. At the end of this lecture, our aim that each student must be able to define ethics, to know the difference between ethics and law. What are the major ethical principles and ethical theories? What are the common ethical issues that face the pharmacist during pharmacy practice? This is the end of our lecture. First of all, anyone of you can define ethics? Or simply, what is ethics? شنو ethics? شنو معنى كلمة ethics؟ الأخلاق. تعريف مبسط لها حتى وإن كان باللغة العربية؟ نعم؟ هذه good manners. Good. Anything else? If we take the origin of the word ethics, it's from Greek. الفلسفة اليونانية ethos, which means person, nature, or characteristic. Or character. طبيعته، شخصيته للشخص، تصرفاته. هذه معنى كلمة ethics المشتقة من الكلمة اليونانية ethos. A definition for ethics. It's a branch of philosophy. Branch of philosophy that deal with moral issues in human life. Moral issues, القضايا الأخلاقية في حياة الإنسان. So, this ethics means deal with what is right, what is wrong, what is good, what is bad, what ought to be, what ought not to be. شنو لازم نسوي, شنو لازم ما نسوي, شنو الزين, شنو المو زين. هذا هو معنى الأخلاق. ذكرنا التعريف الأخلاق قلنا moral dimension, الأبعاد الأخلاقية. زين, كلمة moral تشبه كلمة ethical. What are the difference between moral and ethical? شنو الاختلاف بيناتهم من ناحية لغوية؟ يعني الإثكس هي طبيعة الشخص سواء كانت زينة أو مو زينة, بس المورال هو الشيء المثالي اللي يريد يوصل له. يعني بعد نسمع العرف الاجتماعي دخل ضمن اثنيناتهم. بعد هنا المورال and ethical, although they are synonymous, مترادفات, can be used interchangeably, but they are not identical. In general, moral related to practice, يعني العمل اللي تقوم به الأخلاقي, while ethics مثل ما قلنا هي branch of philosophy, so we can evaluate the moral action by ethics. يعني انت تقيم العمل الأخلاقي تقول عنده شنو الشخص, ايش عنده أخلاق. راح نشوف هاي الصورة. هذا الجندي أبو الحرس الوطني ايش دا يسوي؟ دا يعبر الحجيات بالمي, غرقان ومطر وغرقان, دا يعبرهم. ايش دا يقوم عمل شنو؟ عمل ايش بيه؟ عمل اخلاق. اذا البراكتس مالته هنا اخلاق, يعني شو نسميها؟ مورال. بس احنا راح نقيمه شو نقول عنده؟ اخلاق, ايثيكال. اوكي, فهذا الاختلاف بين ايثيكال اند مورال. Some other definitions. Bioethics, من اسمه يعني concern with interface between biological science and ethics. من اسمه bio يعني شغلات بيولوجية. Medical ethics, a branch of bioethics that deal with moral issues in medical practice. شغلات الطبية. إذا medical. Professional ethics اللي هو قد يكون يهمنا أكثر, المهني اللي هو مهنة شنو؟ صيادلة. A group of standard and norms. Standard norms and norms for a group of persons. مجموعة من المعايير والأهداف لمجموعة من الأشخاص. قد يكون احنا عندنا بالفارماسي عندنا pharmacist code of ethics. As well as individual ethics, يعني حكم قانون الأخلاق للمهنة زائدا أخلاق الشخص. هذا هو the professional ethics. So what are the major determinants of ethics? شنو هي العوامل اللي تحدد لنا أخلاق الشخص؟
شو توقعون شباب؟ شنو هي؟ يعني المجتمع الدين. نعم الدين good religion often one of the major determinant for ethical behavior. هل هو الدين وحده يحدد لك اخلاق الشخص؟ هذا نعم البيئة good. Let's think of this example. خلينا نشوف فد example حتى اراويكم شلون الدين مو وحده يحدد ان الايثيكال بيهيفير. هسه قدامكم ذني ساقيه طيبه مال الشركه العامه للصناعات بالاسكندريه وذيك لاند كروزر. ايش تختاروا؟ ما علينا من فلوسه. اذا عندكم فلوس مال اثنيناتكم ايش تشترون؟ مين راح يشتري الطيبه؟ خلي يشيل ايده. واحد اثنين ثلاثه والبقيه ايش تريد؟ كلها ايش تريد؟ زين نجي الطيبه شنو صناعتها؟ عراقيه. واللاند كروزر شنو هي؟ يابانيه. زين ليش اختارت اليابانيين؟ لأن صناعتها شبيهة شبيهة متقنة زينة. يعني صنعها اشتغل بأخلاق، يعني عنده شنو أخلاق مو زين زين. الطيبة شبيهة لعنة تقبيل الشير تدو يطلع بالفيديو. هنا أنا شباب العراق شبيه بلد الحضارات، بلد الأديان السماوية، بلد القيم. زين لعنة ليش العامل العراقي من اشتغلها بطريقه قد يكون غير متقن؟ هو عنده اخلاق عنده رجل بس قصدي غير كافي. خلينا نشوف اليابان. اليابان يعني حقيقه كديانه بوذيه، بس اكو اخر استطلاعات للراي يقول لك 70-80% اصلا ما عندهم دين، ما يعترفون بوجود ديانه. ليش صناعتهم متقنه؟ ليش؟ لانه الكلتشر ذا موست امبورتنت ثينج هير از كلتشر نوت اونلي ذا ريليجن. كلتشر اند ريليجن are the major determinant of ethical behavior. لأن هناك أسلوب حياتهم يفرض عليهم أنه طبيعتهم وثقافتهم اصنع زين حتى تحصل سمعة حتى تظل تبيع بالسمعة. أوكي؟ هذا الاختلاف. فإذا not only the religion but also culture أو مثل ما قال زي ما environment اللي احنا قاعدين بيه. Now we will talk about the law. The second aim of this study or for this lecture to compare between law and ethics. Law, minimum standard of behavior that everyone must meet. يعني أنت القانون لازم هذه لازم تمشي على القانون حتى إنه لا تحاسب. إيش عندنا أنواع القانون؟ Type of law. إيش عندنا؟ نعم. قوانين سماوية. لا لا قوانين بلد. جنائية عفية. Criminal law. Good. قانون المدني يعني شنو يشمل؟ من بين المواطنين يعني ايش عندنا الحروف السالال شو يسموها؟ زواج وطلاق وغير هاي شنو هي؟ هاي شغلات بالسيفل لو. واكو عندنا القانون الاخر يسموه ادمنستريتف لو اللي هو الاداري. الكريمنال لو الايم مالته تو بروتكت ذا كوميونتي. هذا الجنائي ما يسوي واحد مشكله يقتل واحد لازم يعاقب على حسب القانون حتى نحمي المجتمع. اذا شنو هو؟ aim to protect the community. If the criminal law is broken, then what will occur? The person will be arrested. يعتقلوه وصحيح؟ ايش راح تكون البينالتي؟ عافية، execution. Example of a criminal law that related to pharmacy practice. عندنا Medicine Act 1968، قانون الأدوية لسنة 1968، هذا يعتبر قانون إجرامي بالنسبة للصادر إذا يخترقوا. واحدة من الشغلات اللي ممكن تكون خرق لهالقانون هي the pharmacist failed to supervise the sales from his pharmacy. يعني انت ما انت صح انت مسوي الصيدلية وانت صاحب الامتياز وفتح الصيدلية، بس انت في اليوم كنت ما موجود بالصيدلية. تجي النقابة او تجي وزارة الصحة تشيك تقول من الصيدلاني المسؤول؟ فلان. زين هذا فلان موجود؟ ما موجود. يعاقب بعقوبة معينة حسب قانون النقابة بذاك البلد. العقاب العقوبة قد تكون مالية أو سد الصيدلية أو ما شابه. فإذا هذا أنت خرقت القانون. طبعا إحنا هنا بالعراق مع كل الأسف إنه مهنة الصيدلة بها كثير من الدخلاء يعني ممكن الصيدلة يؤجر امتيازها لأشخاص آخرين أو الصيدلانية تنطي امتيازها لأخوها رجلها وكذا، وبالتالي ظهر كثير من الدخلاء على المهنة وهذا اللي يحاسب عليها القانون. Administrative law من اسمه الإداري ensure
The decision making and systems are regulated. نظم ان اداره الصيدليه واتخاذ القرارات وغيرها. السيفل لو مثل ما قالوا زملائكم relate to issues between individuals بين الاشخاص. يعني one person for example the patient can claim other one pharmacist if any harm occurred to him. يعني انا ممكن اقدم ادعاء وشكوى عليك اذا سويت عليه مضره شخصيه. اوكي؟ هنا ايش راح يكون عندنا البينالتي؟ مونيتري اوورد. يعني تعطيه فلوس حق ما انت سويت له ضرر. احنا بالعراق ما عندنا فلوس يسوون؟ الفصل العشر. خلي نشوف هذا الاكزامبل. Suppose that you receive a prescription from a male customer. يعني جاك واحد رجال للصيدليه وشاري وصفه، قال لك يابا اصرف لنا اياها، تباوع على الوصفه قريتها شفتها من طبيب مال المفاصل. قلت له المن؟ قال لها بزوجتي. طبعا الفولتاري تدوم بيه مسكن بس شنو عيبه ياذي المعده فممكن يعطون ادويه وقائيه حتى لا تاذي المعده. فخلينا نشوف الميزابروستول. صرفت الوصفه وقلت له هذا قبل الاكل وهذا بعد الاكل ومرتين وثلاثه واربعه ما ادري ايش. كملت كل التفاصيل بشكل دقيق. خطأت بشيء؟ المفروض انت ما خطأت بس شنو؟ كان عندك نقص من قال لك تزوجتي لازم تتاكد من عنده. ليش؟ ما تاكدت انت. لانه الميزابروستول شوف ايش مرسوم على الصوره بالبرجنسي ايش فيه؟ كونترا انديكيت اللي ايش يسوي لنا؟ ابورشن. تم انتبهت وشرحت لي وما تاكدت انه زوجته حامل ولا لا. زين اخذها للبيت وطاها زوجته وهي صدفه حامل وحامل بولد على راس البنات. صار عندها ابورشن. ايش راح يصير وراها؟ المونيتري اوورد وينها؟ خلينا نشوف الصوره. خلينا نشوف الصوره. خلينا نشوف الصوره شو يقول لك؟ اوقف دكتور احنا نطلبكم دم. ورا هالصيادله شو يسوون؟ نطالب بحمايه امنيه فعاله. يا اخي انت ربط امورك، لازم يكون عندك بروفيشنال كومبتنس، رتب الامور حتى لا يصير خطا، نحاول بقدر الامكان ما نوقع باخطاء قاتله. خطا بسيط ممكن نتداركه نتلافاه، بس اذا خطا قاتل حقيقه هذا نحاسب عليه. Law and pharmacy practice is related to opening, running of pharmacy. تفتح صيدلية بها قانون. بتمارس المهنة بها قانون. Providing services to the patient بها قانون. يعني supplying. تصرف الوصفة. Prescribing. Disposition الأدوية اللي تسبارون الذبهن. هاي كلها يحكمها شنو؟ قانون. احنا عندنا خلينا نشوف واقعنا شوية من جانب واقعنا. عندنا قانون مزاولة المهنة رقم 40 لسنة 1970 المعدل. يقول انه يجب في من يزاول مهنه الصيدله ان يكون شبيه عراقي الجنسيه حائز على شهاده من كليه الصيدله العراقيه او اذا صيدله اجنبيه تكون معادله داخل العراق، ايضا يكون عضوا في النقابه وحائزا على الاجازه السنويه لمزاوله المهنه. اذا هذا قانون شو اسمه؟ مزاوله المهنه للصيدله في داخل العراق. طبعا كل دوله لها قانون شبيه قد يختلف عن الاخر. هذا جزء طبعا قانون رقم 40 لسنة 1970 بس قلت حتى تشوفون بعض من الشغلات القانونية. Ethics and law. Again, medical ethics الأخلاق الطبية أو الصيدلانية closely related to law. Why? Because ethical standards need to precisely define but subjected to individual interpretation. يعني حتى القواعد الأخلاقية لازم نرتبها، نحسبها، نرتب أمورنا، ندققها بشكل سليم بس ممكن تقرر حسب كل شخص يعني يقيمها ويرتبها حسب ما هو قناعته الشخصية. Law is usually influenced by ethical principles. دائما القانون يعني كل دولة قانونها يتأثر بأخلاقها وعاداتها وتقاليدها. But not necessarily match ethics. Not identical to ethics. Law differs significantly from one country to another. احنا مو قلنا قانون مزاولة مهنة الصيدلة في العراق قد تختلف عن امريكا او عن بريطانيا او عن اي دولة اخرى. But ethical principle can be applied across national boundaries. يعني ممكن الاخلاق ان شاء الله الصفة الزينة الشجاعة خلينا نقول المروءة الكرامة كذا هذه تطبق بمختلف دول العالم وليس في دولة عن دولة اخرى. قد يكون اختلافات بسيطة بس بشكل عام هي متشابهة. Additionally legal action not necessary to be ethical. يعني ان شاء الله مرات قانونيه قد تكون لا اخلاقيه. راح نشوف اكزامبل. And vice versa ممكن شغله اخلاقيه ولكن ليست قانونيه. اوكي؟ خلينا نشوف اكزامبل.
انت بالصيدليه خلينا نقول احنا كنا قانونين وين ميديسن هاف اللي يقول عندنا ادويه او تي سي اللي هي اوفر ذا كاونتر اللي هي الصيدلاني الى الحق شو يسوي يصرفها بدون وجود وصفه، ولكن بريسكريبشن اونلي ميديكيشن لا يحق للصيدلاني صرفها الا بوجود شنو وصفه طبيعيه. زين هنا احنا جتنا وصفه بها دور بريسكريبشن اونلي ميديكيشن ما عندي مشكله، بس اذا المريض جانا للصيدليه يقول اني صدر دي يوجعني وما عندي وصفة اريد حباية انجسيد تحت اللسان، قانونيا شبيه prescription only medication شايل حجي وصفة ما شايل وصفة الصيدلاني راح يصرف له لو لا كم واحد راح يصرف له كم واحد راح يصرف لا صدر دي يوجع بين في شرط suppression مالته في صدر دي يوجع الحجي. زين خلي شوف هو طبعا يدري روح عنده انجانه مو مشخص وكل مره ياخذها بس ناسي شيشه بالبيئة وما جايب الوصفه وبالشارع تخربط. طيب انا اصرف لو ما اصرف بعض عندكم قالوا نصرف البقيه التزموا جانب الصف. خلي نشوف الاكزامبل الثاني. هذا اجى للصيدليه عنده قحه قال له دكتور بلا زحمه ما عندي وصفه بس اريد شراب بالمكودين بغض النظر عن البالمكودين بيكودين يسوي ادكشن او لا، نفرض انه هو مو قصده الادمان انطي لو ما اكو احد يقبل ينطي بيجي حاله نو ليش وي كان بريك ذا لو شو وقت نكسر القانون ان اوردر تو اكت ايثيكال شو وقت اذا كان عندنا ايمرجنسي كيس حاله طارئه ان اوردر تو سيف ذا لايف اوف ذا بيشنت يعني عنده قحه اذا ما اعطيته علاج ينتظر الباكر على ما تجيك وصفه من طبيب راح يموت يعني مو ايمرجنسي بس الحالة الثانية أبو الذبحة وصدر ديوجع وواقع متخربط بالشارع إمرجنسي لو لا وماكو طبيب مثلا خلينا نقول مفتح أو قريب أو باطنية طبيب موجود فهي هيجي حالة ممكن أكسر القانون لغرض أخلاق. خلينا نشوف العكس شغلة قانونية ولكن ليست أخلاقية. الميركوريال صوب صوابين تحتوي على الميركوري اللي هي بالكوزمتيك موجودة والحقيقة من عندها كثير وعندها بالعراق تستخدم هاي المشن وللتبيير فور وايتنينج اوكي هو هاي حقيقه النساء يجون بالصيدليات يعني يصابون التبييض وغيره تحتوي على الميركوري. طبعا الميركوري من السبعينات بالقرن الماضي شافوا انه وايد سايد افكت يصير بي سيستمك ابزوربشن احتمال يسوي لنا كيدني دامج اللوكال سايد افكت يسوي سكين ديسكلريشن بالبدايه يسوي له التبييض بعدين يصير تبقع بالمنطقه نتيجه ترسبات الميركوري الزئبق مشون الزئبق يعني لون نيتر فهذا راح يتلثم في البشره ويسوي لنا مشاكل فاذا بيها مشاكل فالاتحاد الاوروبي وحذوت حذوهم امريكا حذفت استخدام ذني الادويه اعتبرتها غير مرخصه للاستخدام. This is illegal to produce them for local market يعني ممنوع اصنعها بمعامل امريكا او الاتحاد الاوروبي لغرض بيعها لمواطنين اولئك الدول يعني الديفلوب كانتري بس it is legal to produce them for export to developing countries يعني ولا قانونيا يصير اني اصنعها واصدرها حتى استفاد ماديا للبلد ولكن حتى لو اضر المجتمعات الاخرى هل هذا ايثيكال؟ زين ان ايثيكال بات ليجال براكتس شفنا هنا اختلاف ايضا ممكن يكون ليجال بات ان ايثيكال او ايثيكال بات illegal. Ethical theories provide the framework within which the acceptability of actions or morality of judgment can be assessed. يعني هاي النظريات الاخلاقيه تعطينا فد اطار معين نقدر نحكم من خلال العمل الاخلاقي او غير اخلاقي. عندنا absolute and relative theories. Absolute depend on the assumption that there is absolute right or wrong. يعني عندنا فد شيء لو 100% صح لو 100% خطا. Relative theories based on the assumption that the right or the wrong depend on what the individual or society believe. يقول لك انا صح او الخطا ما اقدر اقول صح او خطا 100%. شلون يعتبره المجتمع؟ شلون يعتبره الافراد؟ اقدر امشي، يعني حشرهم مع الناس عيني. اوكي؟ فهذا يعتبر قلتي ثيوري. الإيثيكال ثيوريز ذا ميجر وان فيرتشو إيثيكس كونسيكونشاليست اور يوتيليتيريان ثيوري اند فاينالي ديونتولوجيكال ثيوري. Now we will talk about each one of them. In virtue ethics, هاي النظرية emphasize on the
character of the person doing the action rather than the action itself. On the inner character of the person. يعني هالنظرة احنا نركز على الصفات اللي يحملها الشخص. يعني اذا صفاته جيدة قد يكون honesty. شنو honesty؟ صدق. الصدق. courage, شجاعة, faithfulness وغيرها من الصفات الجيدة. اذا يحملها الشخص اقول كل الاعمال راح يقوم بها اخلاقي. Without regard to the action. In general, healthcare professionals are expected to have these characteristics because they are inculcated in them during education and treatment. احنا نتوقع كل الصيادلة والاطباء يحملون هالصفات الجيدة اللي من خلال دراستهم وتدريبهم اخذوها واكتسبوها. نعطيكم example عن virtue ethics. ايش كم واحد من عندنا هسه اذا يشوف شخص مصاب بالتهاب خطير معدي هو ديموت وهذا الالتهاب يعطيه احتمال يعالجه. يعني على سبيل المثال انفلونزا الخنازة سواين او افيان فلو انفلونزا الطيور. ايش كم واحد من عندكم اللي اشوف مريض يم عنده هيك التهاب يعالجه ويقبل يحتك به؟ 1 2 3 4 5 10. اوكي. اذا التريتمنت اوف بيشنت وذ ديدلي انفكشس ديزيز هو هذا سبستانشال ريسك فور ذا فارماسيست اور اذر هيلث كير بروفيشنال اند هيز فاميلي ذس كونسيدر ا فيرتشو اوفيس. طبعا اللي عنده الصفات الجيده جدا يلا يقبل يعالج الشخص يدري بي راح يموت واحتمال كبير راح يعدي ويعدي عائلته. فهذا يعتبر الفيرتشو. طبعا هاي حقيقه تطبيقها جدلي، يعني واحد يقول ممكن تطبق، واحد يقول انه واحده من المهمات او الديوتيز فور ذا فارماسيست اور فيزيشن تو act in this way، بس هي حقيقه جدليه. خلينا نشوف اليوتيليتيريان ثيوري اللي هي مور براكتيكال. شوف هنا ايش عندنا؟ رايت رونج والوسطيه ايش مكتوبه؟ It depends. It evaluates the action by reference to their outcome. The action is right or wrong depending on its usefulness. يعني ما اقدر اقول هاي الشغله زينه لو مو زينه من واحد، اعتمد على النتيجه اللي راح تطلع لنا اياها. خليني اشوف مثال. الابورشن از اكشن، از ات رايت اور رونج؟ من يقول رايت؟ ماكو واحد، كنا نقول ايش بيها؟ رونج. But this action, if this occurred to save the life of the mother, يعني إذا الأمية حياتها في خطر نتيجة الحمل، إذا صار إجهاض يعتبر شنو؟ benefit to the mother، إنه ما راح تموت أكيد الطفل راح يموت، فبيجي حاليا اعتمدنا على الـ outcome اللي هو شنو؟ save the life of the mother واعتبرنا الـ abortion acceptable. Okay. Benefit of this theory, simple بسيطة applicable أقدر أطبقها بحالات مختلفة. الابلكيشن مالتها على سبيل المثال بالميديكال ريسيرش بالبحث العلمي، من اجيب مريض واجرب بيه دول احتمال ينضر المريض واحتمال يستفاد، بس انا غايتي مو هالمريض، بالمستقبل الناس اللي راح تاخذ هالعلاج راح تستفاد. المريض راح اجرب بيه احتمال ينضر، يعني راح يصير عنده شنو رونج اكشن، بس بالنتيجه النهائيه البيست اوت كم تو تريت ذا كوميونتي. فاذا هنا صار عندنا الميديكال ريسيرش اكسبتابل باي يوتيليتيريان ثيوري. خلينا نشوف الثيوري الاخيره اللي هي ديونتولوجيكال ثيوري. الديل وذ اكشن از ذي ار انترنسيكلي رايت اور رونج وذاوت ريجارد تو ذا كونسيكونس. According to Kantianism theory, unless you are able to say that everyone must act like this, you should not act like it. يعني يقول لك اذا انت الشغله ما تقدر تقول كل الناس لازم يسووها، يعني لازم ما تسويها. يعني الشغله اذا كلهم يسووها معناها صحيحه، اذا بس واحد ما يسويها معناها بيها جدل اشكال ما اقدر اسويها. معناها شنو الاختلاف اللي راح يكون عندنا بين ديموتولوجيكال اند يوتيليتيريان ثيوري؟ اليوتيليتيريان ثيوري كان يوز بيبل از مين تو ذا اند، وايل ان ذيس ثيوري ايتش بيبل شود بي ايتش بيشنت شود بي تريتد از اند ذيمسيلفز. ناخذ اكزامبل مال بحث ريسيرش، احنا ايش قلنا هناك؟ جرب عليه دواء احتمال يموته او يضره او يصير عندي سايد افكت، بس قبلناها حتى افيد شنو؟ حتى افيد المجتمع. اوكي؟ بهيك حاله مقبوله بالنظريه السابقه اللي هي يوتيليتيريان، بس بهالنظريه ايش فيها؟ الاكشن مالتي رونج، انترنسكلي رونج، فمن بدايته خطا فاعتبره خطا.
راح اعطيكم مثال اخر عن الموضوع. طبعا اللاينج ايش بيه؟ تشذب. ايش بيه تشذب؟ انترنسيكلي ايش بيه؟ رونج. يعني بالديناتولوجيكال ثيوري ايش بيه؟ رونج. باليوتيلتيريان ثيوري ديبند اون ذا اوت. نفرض اجاك واحد بالصيدليه حجيه شايله وصفه. بيدها وصفه عندها سرطان بس ما تدري بروحها، عندها ميتاستاتيك انتريتابل كانسر، يعني فالسرطان ما يتعالج. حتى ويا العلاج. قالت لك دكتور عفية هذا العلاج ماتي، الدكتور كاتب لي اياه، ايش عندي انا؟ بقول لي الدكتور ايش عندي؟ ايش راح تقول لها؟ اذا قلت لها عندك حجيه سرطان ما يتعالج، ايش راح يصير فيها؟ تتخربط. ايش راح يصير فيها؟ شوفوا راح تتخربط وتوقع بباب الصيدليه. هنا جينيتولوجيكال ثيوري از نوت ابليكابل. بينما اروح للجانب الاخر قد يكون لاينج از بيرميسيبل to avoid harm to the patient. Okay? فاليوتيلتيريان ثيوري هنا ممكن اطبق. الإثيكال برينسيبلز. Introduced in late 1970s to identify moral issues and as a start point to look out for ethical dilemma. المعضلات الأخلاقية. شنو هما الإثيكال برينسيبلز؟ أحد يعرف سامع بهم؟ First of all, autonomy, حرية, free will. Each patient has own right to take his own decision and act on this decision. يعني كل شخص أو كل مريض له حق اختيار القرار بنفسه بدون أن يكون مجبر أو مضغوط عليه من قبل أشخاص آخرين. This is the first among equals because it opened the gate for all other principles. طبعاً الأوتونومي مثل ما قلنا هي الحرية الشخصية، هي أهم مبدأ من مبادئ الأخلاقية وهي تفتح لنا الباب لجميع المبادئ الأخرى. Beneficence يعني doing good for the patient، يعني أسوي زيانية للمريض، يعني أعطيه علاج حتى أطيبه من مرضه وأوخر الألم من عنده. Non-maleficence to do no harm to the patient، حتى ما أضر المريض. Actually التريتمنت إيش عندنا؟ لو medical intervention يعني لو عملية سيرجري وغيرها، لو إيش عندنا؟ drugs medications. شبيهن كلهن اذا عمليه واذا ادويه شبيهن سايد افكتس بين مشاكل بروبلم. سو اف وي لوك تو ذس برينسيبل تو دو نو هارم تو ذا بيشنت، يعني كل الادويه اللي ما اقدر اصرفها حتى تو انشور ذس ايثيكال برينسيبل. بات اكتشوالي ذس تيرم اند ذس برينسيبل از نوت ابسولوت بات اتس ريلاتيف. اف ذا بينيفيت فروم ذا ميديكيشن اوت واي ذا ريسك then we ensure non-maleficence and beneficence. اتفقنا؟ This terms, beneficence and non-maleficence are relative and not absolute terms. Justice and adala. People in similar situations should be treated equitably. يعني المرضى بحالات متشابهة يجب أن يعالجون بطريقة متشابهة. مو أنا أقول هذا عرفة أنطي علاج زين الأصلي واللي ما عرفة أنطي علاج مو أصلي. هذا حقيقة تكون not related to justice and break the ethical principle of justice. Finally, in our lecture today, we will talk about the need for increased ethical awareness among healthcare professionals. ليش احنا نريد نزيد الانتباه الأخلاقي لدى الصيادلة والأطباء؟ First of all, because there is advances and change in healthcare and medical technology. تطورت الأدوية، تطور طرق العلاجية، اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه السابق. ال interprofessional rules أيضا اختلفت. The relationship between the healthcare professional and the patients also changed. أعطيكم مثال عليه. سابقا كنا نقول تذكرون بالcommunication skill كنا نقول compliance يعني نأمر المريض أن يأخذ الدواء مالته. بعدين تطورت صارت concordance يعني أنا أدخل ويا المريض بdiscussion بالdecision making باتخاذ القرار. ليش؟ لأنه أنا expert of medication بس المريض شنو هو؟ expert for his lifestyle. إذا أدخل ويا هذا القرار يعني احترمت رأيه يعني we ensure شنو هو؟ autonomy. من ensure autonomy أكيد أنا will ensure beneficence and non maleficence يعني راح أضمن إنه فائدته وعدم مضرته. اتفقنا؟ ولهذا قلنا الاوتونومي open the gate for all other principles.
the ethical issues أو common ethical issues in pharmacy practice اللي راح نشوفهن على مدى الكورس وراح ندرسهن إن شاء الله وراح تتعرضونهن إن شاء الله بالصيدليات هي قضايا privacy and confidentiality اللي هي خصوصية وسرية معلومات المريض عندنا medical research عندنا drug promotion عندنا اليوثانزيا الموت الرحيم سبستانس ابيوز هذا ادمان المخدرات وما شابه ذلك كونتراسبشن مانع الحمل شوكة انطي وشوكة ما انطي شوكة تكون اخلاقي شوكة تكون غير اخلاقي وايضا قضايا الابورشن These are the common ethical issues in pharmacy practice that we will discuss during this course Finally keep ethics and thank you for listening